المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني. مع المشاهير. مستمعينا الكرام عبر راديو المشاهير اللبناني، تحية لكم من القلب مجددا من نايت الايس كلاب من بيروت. صادفنا صوت جميل من الاصوات الجميلة، يلي عامل بصمة حلوة بالمجال لنا كفنانة لبنانية. يعني ما شاء الله عليك، هالصوت الرائع جدا. الخيري ربحتي اكثر من مباراة بمجال الكاريوكي هيك، وهلا كمان عندك اشتراك ببرنامج كمان برامج فخم جدا، ما رح نعلن عنه. على السريه على السريه التامه. بس شفوبا من هلا، ميرسي كلاس بتجنني. ثانك يو، يعني بحرتينا. ميرسي انا كمان كثير. اول مره كنت عم تقولي كاراوكي وهلا سمعناكي بهيدا الشيء. نعم. يعني انت اليوم عم تطمحي لتوصلي للعالميه بالصوت الجميل، لانك حيقولوا لك ميكا الثانيه. ثانك يو ميرسي. اول شيء انا بونسوار، اهلا وسهلا فيكم بالاس كلاب، وانا بفتخر كثير برايكم وبشهادتكم فيي. طبعا لاقول لك شغله، انا صراحه انا مش طامحه لشيء، انا لا هدف الشهره ولا هدف العالميه، انا هدفي اني اغني، لاني بحب غني وبحب داندين وبحب انه العالم تسمع صوتي، لاني انا بحب شيء اسمه الموسيقى. بس كمل هيك، هيدا اول بوينت اوف فيو. كمل هيك، انا بس انه اشترك بمسابقات محترمه. نعم. قد اليوم بساعدك المجال هيدا، بما انه الوالد عنده شركة سوشيال ميديا مزبوطة ليسوق لبنته، قد اليوم بساعدك؟ ما تشد يدك كتير، يعني هو ما كتير راضي عن الفكرة. يعني بس انه بلا قد ما نقينا، يعني خليك والله بعد مرسي، بخلي لك اهلك يا رب حبيب قلبي. ثانك يو. جوسي هلا اليوم عم تطمحي لشيء، بنعرف انك بمجال البيوتي. مزبوط صح. بتعملي تاتو، بتعملي شغل، هيدا شغل ثاني. مزبوط. فالغنى هو هواية عندي. هواية منذ الصغر، يعني حتى حيضل هواية ولا حتحترف فيها؟ احتراف بليفلز معينة، يعني مش انه مش احتراف على مستوى. طبعا انا مع الفن الراقي دايما مشجع فيه، وطالما كان الاحتراف راقي ومحترم ما عندي مشكلة ابدا فيه. نعم. في من الفنانين جدا طمحوا للوصول للعالمية. نعم. بس هي بتلعب الحظ، بيلعب كمان اليوم دور ما بهالشيء هذيك ولا بس انا ما بتفهمل العالمية. انا نعم. انسانة لبنانية وبفتخر بلبنانيتي. نعم. وبيهمني بس رأي الجمهور اللبناني اولا واخرا. نعم. بعدين العالمية طب مثل ما الله بيريد، ساعتها بنرفع اسم لبنان بالعالم. ان شاء الله نوصل لهالمرحلة هاي. نعم. عنا كتير ناس موهوبة وعنا مواهب ضائعة للأسف بالجدران. يعني مرة كنا بإحدى المقاهي، فتنا على تواليت، سمعت حدا عم بينظف، عنده صوت رائع رائع. نعم. رائع. أحد برامج الهوات يلي اليوم نحن كفنانين لبنانيين. نعم. عم ينتقلوا كمان ليشاركوا بالبرنامج ذاته، لأنه البرنامج له عالميته. مزبوط. بالخارج. مزبوط. صح. هل بتحب تمثلي بلدك؟ ايه طبعا طبعا بمثل بلدي، بس بعد ما اكون اذا الله راد رفعت اسم بلدي بقلب بلدي. لا انا ضامنها 100%. ميرسي كلك زو. ثانك يو. ميرسي كلكم زو. بدنا نسمع منك شيء لراديو المشاهير اللبناني. وبدنا نعمل شيء نحن وياك ان شاء الله. ان شاء الله. بنعمل شيء دويتو بين فنان ستار وبين بتغني بالاجنبي بالعربي. طبعا ما عندي مشكله، بغني كل الالوان. نعم. جوسي عدوان نورتي راديو المشاهير. ميرسي كلكم زو. تحيه لك من القلب. ميرسي كلك زو. اختمها معك. يلا. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله كله في يوم وليلة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي
دوب نعمر الحب كله كله في يوم وليلة. عمري ما شفته ولا قابلته يا ما يا ما شغلني طيفه وفي يوم لقيته هو هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليها عليه سبقني هو وفتح ايديه. اولينا رحنا على بحر الشوق نزلنا نشرب وعدبنا فيه ومن يصدق إجراد كله ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. مش درس موسيقى وربنا عطاكي صوتي جميل الحمد لله. قديش هيك الربنا بيعطي الانسان مواهب. ميرسي كلك ذوق عن جد وميرسي واهلا وسهلا فيكم. انا بفتخر بإني تعرفت عليكم وكنت ضيفتكم اليوم بهالانترفيو الحلوه. نورتي راديو مشاهير علامة على شهر. تحيه من قلبي. ميرسي. تحيه لكل اهالي الجبل طبعا واهالي علي. ثانك يو لالي. ميرسي كلك ذوق. باي باي.